يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هل يدخل فيه الذي يشترط على المخطوبة بأن تكون بكرا؟ يشترط ايش؟ يشترط على المخطوبة بأن تكون بكرا. أن تكون بكرا، هو يسأل عنها يا أخي، ما يحتاج إلى شرط، يسأل عنها ويتأكد منها، إذا تأكد يتزوج، إنما سبب أن تزوجت. نعم. يقول فضيلة الشيخ لأنه الاشتراط معناه أنه شاك فيها، اشتراط أن تكون بكر معناه أنه شاك فيها، فهذا ما لها صدق.